10 أعراض وعلامات ظهورهم دليل على وجود نقص في فيتامين د. هنتعرف على كل الأعراض دي النهاردة، وهنعرف كمان أهم المصادر الطبيعية لفيتامين د والتحاليل المطلوبة. أنا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. أهلا بكم مرة تانية. كل خلية في جسم الإنسان بتحتوي على مستقبلات لفيتامين د، بالتالي أي مشكلة بتظهر على الجسم المفروض أن أول حاجة ندور عليها هو وجود نقص في فيتامين د. ومن أشهر الأعراض والعلامات على وجود نقص في فيتامين د هو ألم العضلات. 70% من المرضى اللي بيعانوا من ألم العضلات المتكررة بيكون السبب في المشكلة دي هو وجود نقص في فيتامين د، وبمجرد علاج النقص الموجود في فيتامين د بتختفي المشكلة بشكل ملحوظ. والعلامة التانية على وجود نقص في فيتامين د هو التعب الشديد والإرهاق. على الرغم من المشكلة دي مرتبطة بأسباب كتيرة تانية، لكن السبب الرئيسي فيها هو وجود نقص في فيتامين د. العلامة التالتة على وجود نقص في فيتامين د هي آلام العظام. لو بتعاني دايما من آلام العظام في منطقة الظهر أو القدمين أو المفاصل، فغالبا هيكون السبب فيها هو نقص فيتامين د، وده لأن فيتامين د مسؤول بشكل رئيسي عن ترسيب الكالسيوم داخل العظام، وبالتالي أي نقص في فيتامين د هيسبب آلام العظام وضعفها. العلامة الرابعة هي تكرار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. ده بيكون واضح بشكل كبير جدا عند الأطفال اللي بيعانوا من نقص فيتامين د وبيكونوا معرضين للإصابة بالالتهابات الرئوية، وعلاج أي نقص موجود في فيتامين د بيقوي المناعة وبيقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل كبير. خامس علامة هي عدم انتظام مستويات السكر في الدم. أي نقص في فيتامين د بيأثر على كفاءة خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي وجود أي نقص في فيتامين د ممكن يكون السبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، وده بيسهل من الإصابة بمرض السكر للناس اللي في مرحلة ما قبل السكري أو الناس اللي عندهم أعراض مقاومة الأنسولين. العلامة السادسة هي تأخر التئام الجروح. بعد استبعاد الإصابة بمرض السكر، يعتبر السبب الرئيسي في تأخر التئام الجروح هو وجود نقص في فيتامين د. أما العلامة السابعة فهي الاكتئاب. وجد أن كتير من المرضى اللي بيعانوا من الاكتئاب عندهم نقص حاد في فيتامين د، ومجرد علاج النقص ده تحسنت حالتهم بشكل كبير، وده لأن فيتامين د له دور مهم جدا في تحسين الحالة المزاجية. والعلامة الثامنة هي تساقط الشعر. من الأعراض المعروفة لنقص فيتامين د هو تساقط الشعر، لكن في أغلب الحالات بيتم إهمال السبب ده وبيتم علاج أسباب تانية، وفي الآخر بيكون السبب هو نقص فيتامين د. والعلامة التاسعة هي هشاشة وضعف العظام، وده زي ما قلنا لأن فيتامين د له دور رئيسي في ترسيب الكالسيوم داخل العظام، وأي نقص فيه بيسبب ضعف العظام وبيكون الشخص معرض بسهولة للإصابة بكسور العظام. والعلامة العاشرة والأخيرة هي تكرار الإصابة بالالتهابات الجلدية والحبوب. نقص فيتامين د بيسبب إفراز الدهون بشكل أكبر من الطبيعي، وده بيسبب تكرار الإصابة بالالتهابات الجلدية والحبوب. ومن أهم المصادر الطبيعية لفيتامين د هو التعرض للشمس لمدة 20 دقيقة، لأن الجسم بيقدر ينتج 90% من احتياجه اليومي من فيتامين د عن طريق التعرض للشمس. أما الأكلات اللي نقدر نعتمد عليها كمصدر لفيتامين د، فتعتبر اللحوم مصدر مهم جدا لفيتامين د، وكمان البيض بيحتوي على كمية عالية من فيتامين د، ويعتبر كمان اللبن ومنتجاته زي الزبادي والجبنة مصدر مهم جدا لفيتامين د، كمان الأسماك زي التونة والسلمون والماكريل، ونقدر نعتمد على المصادر الطبيعية دي في حالة عدم وجود نقص حاد في فيتامين د. ده هنقدر نعرفه عن طريق تحليل بيسمى بالسيروم فيتامين دي، يتم عمله في أي معمل تحليل عن طريق سحب عينة دم من الوريد، والنسب الطبيعية للتحليل المفروض تكون أكتر من 30. لو كانت النسبة أقل من 20 فده معناه وجود نقص في فيتامين د، أما لو قلت النسبة عن 10 فده معناه وجود نقص حاد في فيتامين د، وفي الحالة دي بيحتاج المريض جرعات عالية من فيتامين د، وده بيكون تحت إشراف طبي. أتمنى أكون أفدتكم بالفيديو ده، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.